تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من رست خبري. بداية نارية من أستون فيلا، بداية رائعة للغاية، 100% انتصارات منها ليفربول وليستر، الفريق اللي هبط الموسم الماضي فعلا لولا خطأ تكنولوجيا خط المرمى الشهير أمام شيفيلد. نفس المدرب دين سميث، ما تغير شيء فنيا. شو اللي خلى أستون فيلا صاحب الانطلاقة الأفضل حتى الآن في البريمير ليج؟ أهم شيء تغير فيه إنه خاض سوق انتقالات منطقية، وربما برجع الفضل فيه لكورونا، كانوا خايفين يتصرفوا بتهور أكثر فاشتغلوا بمنطق أفضل، وتعلموا من درس الموسم الماضي إنه شراء لاعبين كثير ما بيجي دائما بنتيجة، فركزوا على نقاط ضعفهم وأهمها حارس المرمى. جلبوا إيميليانو مارتينيز اللي بدأ بشكل ممتاز جدا وشفنا فرق كبير، فأستون فيلا حتى الآن ما تلقى أهداف إلا في مباراة واحدة كانت مع ليفربول، وباقي ذلك شباك نظيفة، حارس ضمن أفضل 3 لاعبين بفريقه كل مباراة، وعندنا المهاجم واتكنز اللي أعطى الفريق سرعة ومرونة وحركية أكثر في الأمام، وشخصيته بتشجع اللي معاه إنهم يحاولوا يدخلوا الكرة لمنطقة الجزاء أكثر. وأكيد ما بننسى الظهير الأيمن المتألق واللي ربما يكون أفضل ظهير في البريمير ليج حتى الآن، كاش اللي كثير ساعدهم دفاعيا وحتى هجوميا. ولازم أيضا ننتبه للصاروخ اللي قادم من ليون، بيرتراند تراوري، اللي أهم شيء فيه أعطى الفريق بعد آخر مهاري وسرعة على الأطراف، وأيضا رفع المنافسة على الأطراف مع تريزيجيه وغريليش وخلى الجميع يعطي بشكل أفضل. باختصار، الجودة قبل الكمية، نظرية أنا مؤمن فيها دائما في الانتقالات. لاعب ممتاز أحسن من 3 عاديين، ولو إجا واحد قال لي ما هو هذا ممكن ينصاب، حيكون جوابي ما هو ممكن ما ينصاب. ربما زمان كنت أفكر أنه 3 جيدين أفضل من 1 ممتاز، بس مع الزمن تعلم شيء تاني. ولازم طبعا ننتبه لروس باركلي اللي قدم مباراتين كبار من أول ما وصل لفريقه، وفي لاعب موجود كان بس آخر الموسم الماضي، أستون فيلا هو بيحاول يضل في الدوري، غير مركزه، نتكلم عن أزري كونسا، المدافع اللي تحول من ظهير لقلب دفاع واستمر هناك وهلأ مستمر بتألقه. بس لازم أوضح إن هاي البداية فقط، ردة الروح بتفرق دائما بعد ما تكون إنك كنت تهبط ويعطوك فرصة ثانية تعمل ردة فعل دائما كويسة، وكثير فرق في دوريات أخرى لما نجت في آخر لحظة دائما ردة فعلها في الموسم اللي بعده بدايتها بتكون كويسة، لكن نشوف الاستمرارية. حتى الآن اللي أنا شايفه بأستون فيلا شيء جميل، أفراد كلها بتلعب بأحسن حال في نفس الوقت، وهذا بيخلي الفريق يبدو أقوى بكثير من قدراته زي ما بنرى. الحركية كبيرة، القوة البدنية ملموسة، الأساس حاليا قوة دفاعية ما كانت موجودة الموسم الماضي. هل ممكن يستمروا؟ مجنون اللي بيحكي نعم أو لا. تعلمنا في البريمير ليج كثير بدايات ما اكتملت، وكثير بدايات سيئة تحولت لنهايات عظيمة. الموسم بنحكم عليه مع الوقت، مع الضغط، مع مرور المباريات، وبدء الفرق تعامل أستون فيلا على انه فريق بعيش موسم جيد، مش فريق والله مهدد بالهبوط. خلينا نشوف شو حيعمل دين سميث في النهايه.